اهلا بحضراتكم من جديد. لا صوت يعلو فوق صوت الاهلي في افريقيا. الاهلي وتاون شيب مباراه مصيريه بمعنى الكلمه، لانه يتوقف على نتيجتها مصير الاهلي في هذه البطوله يا استاذ حاتم. صحيح، احنا دلوقتي عندنا بنلعب معانا بونت من 6. ايوه. متعادلين على ملعبنا وخسرنا من كامبالا سيتي في مباراه كانت شديده السهوله لكن اتعرقبت. فبكره بنلاقي فريق مش ضعيف. هو صحيح اخر مباراه ليه خسر من الترجي 1-4، لكن الفريق ده كسب المريخ في ملعبه 3-0، يعني فريق قوي. فاحنا ان شاء الله ان شاء الله نلعب عليه ماتشين اللي ورا بعض وناخد 6 بونت من 6 بونت، وانا متفائل جدا ونكرر اللي حصل في 2012. اذا كنا متفائلين فده كلام اعلام، لكن الكلام الفني له ناسه. عشان كده يسعدنا ان يكون معنا اليوم واحد من نجوم الكره المصريه الكبار، واحد من فرسان كاس العالم منتخب مصر في كاس العالم 90، واحد من اصحاب الخبره الطويله في مشوار الاهلي الافريقي، كابتن ربيع ياسين. اهلا بيك. مش بس يا كابتن ابراهيم، كابتن ربيع صديق قديم جدا جدا، الشرف وواحد من المديرين الفنيين الله يخليك الكبار اللي حقق كتير للكره المصريه مع منتخبات الناشئين. ان شاء الله لعله مع منتخب 17 سنه يضيف الكثير. ان شاء الله هيضيف له الكثير. انا سعيد جدا مع الصحابه، طبعا قيمه كبيره جدا استاذ ابراهيم، اسم قيمه كبيره جدا طبعا، فبتشرف انا موجود معاكم. انا اللي اسعد وانا اللي بتشرف طبعا. طيب افريقيا اهلي، نشوف في هذا التقرير الصوتي ما مدى أهمية مباراة الغد، ونرجع نقلب كل هذه الأوراق الفنية مع الكابتن ربيع ياسين. إفريقيا يا أهلي، انتهى مونديال كأس العالم بروسيا بالشهد لديوك فرنسا، والدموع لكرواتيا، والحسرة لبلجيكا، والندم لإنجلترا، والنسيان للكبار الأرجنتين، البرازيل وألمانيا، لنعود من جديد في أحضان ماما إفريقيا. جمهور الأهلي نكاد نسمع ما بداخله. إفريقيا يا أهلي، تاون شيب يا أهلي، هي مباراة الغد على ملعب برج العرب في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا. هي مباراة عنق الزجاجة للأهلي لحصد أهم 3 نقاط في المجموعة بعد جولتين بنقطة واحدة من تعادل وخسارة. وحتى لو كان جمهور الأهلي قليلا في مباراة الغد لظروف أمنية، فأصواتهم تهز الجبال الراسخة، تحرك مشاعر اللاعبين التي تتعطش لتحقيق فوز طال انتظاره في المجموعة تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون. جمهور الأهلي ده حماه، دوره لا يقل عن أي لاعب على البساط الأخضر. الجمهور هو اللاعب رقم 1، الفريق في انتظار الدعم اللوجستي من جمهور المدرجات، الدعاء من جمهور المنازل والمقاهي. لو لعب الشناوي فإكرام في ظهره داعم، ومهما كان تشكيل المدافعين فالمطلوب الدفاع المتين، وخط الوسط الأمل المنشود، الهجوم أزارو والثنائي محسن. هز الشباك هي رغبة الملايين، في الظروف الصعبة يظهر المعدن النفيس للاعب الأهلي. التاريخ يا سادة خير شاهد، بطولة 2013 تتحرك في الذاكرة، تصرخ وتنادي بأعلى صوت، المستحيل ليس أهلاوي، فهيا يا أبطال على بركة الله انطلقوا. كابتن ربيع، شفنا في التقرير تاون شيب اهلي، مباراه فعلا مؤثره جدا. دور الجمهور زي ما الاستاذ حمد اشار من بدري، وزي ما الكابتن الخطيب في كلمته شدد على ده، دور الجمهور اساسي. دي حقيقه. بكره بدايه ان شاء الله مهمه جدا، بدايه موسم جديد بمشيئه الله، اداره فنيه جديده، طموح طبعا ما فيش كلام من عند اداره الاهلي ولاعيب الاهلي وجمهور الاهلي، هو دايما اللعب على الكاس على البطوله، مفيش كلام يعني.
فمباراه مهمه جدا في بدايه موسم، ان شاء الله تكون بدايه بامر الله تعالى موفقه بمشيئه الله تعالى. لا دائما الاهلي واقف بفضل الله سبحانه، ثم المنظومه الكامله المتكامله اللي بتطمن اي حد، منظومه النادي الاهلي دائما في الطريق السليم. اجيال بتسلم اجيال، ادارات بتسلم ادارات، دي حقيقه. رجال لعيبه رجال عودونا على المكسب دايما، وادوا وعاملين بطولات كتيره جدا وماتشات كتيره جدا، وعملوا موسم رائع اللي فات واللي قبله واللي قبله، دي حقيقه. اذا كان حصل برضه الدفات في مواقف، ده طبيعي لان اللعيب بشر يا استاذ ابراهيم، لعيب بشر مش كلام يعني. لكن نادي الاهلي بفضل الله سبحانه وتعالى لعيبيه بيظهروا في الوقت المناسب، في الوقت اللي عاوزه فيه. فبكره بدايه انا من وجهه نظر ان شاء الله الطموح موجود والاراده موجوده والتركيز موجود والحياه في النادي الاهلي دايما موجوده عشان المكسب وعشان الكيان وعشان الجمهور. مع كل لعيب في النادي الاهلي عارف دوره، امتى يضحك امتى ما يضحكش، امتى يركز امتى ما يركز، امتى امتى، الحاجات دي كلها منظومه كامله متكامله. الاداره في دار اللعيبه مفيش كلام، جمهور النادي الاهلي في المنظومه انا من وجهه نظري جمهور مفيش زيه في الدنيا كلها. جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم وله افضل في 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 نبوغ نجوم كتيره جدا، ودايما ورا الكيان في اي مكان بقلبه وبروحه وبعقله. فان شاء الله تبقى بدايه موفقه باذن الله تعالى، ان شاء الله تعالى، ونعمل مكسب كويس مشيئه الله تعالى، يبقى بدايه موسم جديد لبطولات جديده وطموح جديد ان شاء الله تعالى. كابتن ربيع، انت شايف انه هل يعتمد كارتيرون اكثر على لعيبه الاهلي الدوليين اللي لسه راجعين من روسيا بعد ما خدوا فتره راحه كافيه وانضموا للفرقه، سواء كانوا لعيبه منتخب مصر او علي معلول من تونس اللي كان مع فرقته في تونس، رغم ان هو كان في حاله يعني بسبب عودته من الاصابه ما كانتش مظبوطه، ولا يعتمد اكتر على اللعيبه اللي ما كانتش موجوده في روسيا؟ لا، هو طبعا سياسه المدرب بامر الله تعالى، هو 22 لاعب جاهزين ان اي 11 ادفع بيهم. لكن انا من وجهه نظري الخبرات لها دور كبير جدا، اصحاب الدوم مهمه جدا، واللاعب الدولي ما فيش كلام انه دولي مهما كان له دور، وانا جايبه عشان يكسبني يبقى موجود. وقت الرحاب ده في ماتشات معينه، في مواقف معينه، في اوقات معينه، انما انا عاوز البدايه بتاعتي تبقى قويه بشده. انا عاوز اضمن المكسب بكره، مش لان المكسب بكره هجيب المكسب اللي بعده. انا عندي قنبله سيتي هي في مصر ان شاء الله تعالى، مش كده برضو؟ فيبقى ست نقاط مهمين جدا هيريحونا، ست نقاط لا كده يبقوا تسعه بالفكره بتاعتك. ربنا يكون خير انه احنا هنلعب تاونشيب. أيوة. الماتش اللي هنا بكره، وبعدين الماتش الثاني في بوتسوانا، وبعدين هيبقى عندنا ماتش هنا ان شاء الله تعالى في كامبالا، فيبقوا تسعه بونص ان شاء الله. فمهمين جدا، فالبدايه بكره موفقه، بدايه موسم جديد، بدايه حاجه، بدايه فنيات، القوه مهمه جدا. وفي نفس الوقت يعني انا شايف ان احنا يعني نزل بكل قوتنا باذن الله تعالى. احنا عندنا لعيبه على مستوى بفضل الله تعالى، لعيبه كبيره جدا، عندنا نجوم، عندنا ما شاء الله. واعتقد ان الاستشفاء والراحات اللي خدوها ممكن تكون كافيه بمشيئه الله، مع النسبه الفنيه اللي بكره هيبذلها كل لاعب قدام الفريق المنافس. يعني برضو الفريق المنافس مش بحجم النادي الاهلي، مش بنجوميه لاعبي وخبرات النادي الاهلي. فالجانب الفني من وجهه نظري بكره مهم جدا، البدايه قويه جدا. حياتك قلت معلول، معلول نجم كبير جدا ولاعب باك على اعلى مستوى. اذا كان ظروف كاس عالم، ده ظروف بقى مرت باحوال كثيره جدا، دي ليها مواضيع ثانيه وكلام ثاني، انما افريقيا بتختلف. وبنفس الوقت انا بكره باذن الله عاوز اضمن مكسبي، عاوز البدايه تبقى قويه جدا باذن الله تعالى ان شاء الله تعالى، لان ماتش بكره مهم جدا بالنسبه لنا، ما نضيعش وقت فيه. انا عاوز من اول دقيقه بمشيئه الله بكل عناصري الفعاله اللي موجوده اللي اقدر اشتغل بيها فنيا. يعني مدرب حضرتك لما يكون مع عناصر فعاله بحجم نجوم النادي الاهلي، اعتقد ان هو بيبدع ويتالق ويقدر يوجد سير مباراه فني على اعلى مستوى. فمن هنا تيجي المساعده الفنيه، من هنا ممكن يجي المكسب في اي وقت. فانا من وجهه نظري ان بكره بمشيئه الله تعالى ان نلعب بكل قوتنا الفنيه اللي موجوده في التيم عشان نكسب بامن الله، ونكسب مكسب مستريح، وناخد نخرج بثلاث نقاط مهمين جدا 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 ان شاء الله تعالى. كابتن ربيع، وانت يعني واحد من المدربين اللي ليهم بصمه كبيره الحياه في الفتره طوال السنوات الاخيره، خاصه مع المنتخبات، كارتيرون كمدير فني دي اول مباراه، يعني مدرب بيقدم نفسه للجمهور المصري لاول مره من خلال مباراه مؤثره جدا. صحيح. ده بيمثل ضغط كبير عليه، ولا ممكن يكون مناسبه كويسه انه شفنا مانويل جوزيه كان اول مباراه يقدم نفسه للجمهور المصري، واحد ريال مدريد، ماتش ريال مدريد ودي، لكنه كان مباراه احتفاليه كبيره، كسبها، سافر لانجولا
الاهلي بيلعب مع اتلتيكو بترو اتلتيكو الانجولي كسب 3-1 بره، فكان دي البدايه الكبيره لمانويل جوزيه. كارتيرون ظروف البدايه يحافظ على نفس الشكل اللي اللعيبه اتعودته ولا يفرض رؤيته الفنيه من بدري؟ احنا بامر الله تعالى نشوف شخصيه كالدرون الفنيه بامر الله تعالى. هو مدرب كبير، اسم كبير جدا، مرن في افريقيا، حقق بطوله تقريبا مع زيمبي الافريقي تقريبا، مع زيمبي خد البطوله دي من ثلاث سنين، وكان هنا في دجله. يعني في الشكل الفني مدرب ان شاء الله رائع ينجح باذن الله تعالى. النسب الفنيه اللي موجوده، النسب اللي موجوده في النادي الاهلي بتساعد اي مدرب موجوده في النادي الاهلي، لان منظومه النادي الاهلي بتساعد. هو انا مفيش مدرب لوحده ولا لعيب لوحده ولا اداره لوحده ولا جمهور لوحده. احنا عارفين ان اللاعب هو اللي بيصنع المدرب، منظومه كلها لعيب طبعا. ما منظومه النادي الاهلي بتساعد. مفيش مدرب، مع احترام الشديد يا استاذ ابراهيم، النهارده ما بينجحش مع النادي الاهلي، لان يعني المنظومه الاداره بتوفر بالك اللعيب عارف انه لاعب، ضحك الجمهور اوقات حتى في الدقيقه 5 والدقيقه 6 الوقت بقى الضارع بيبقى في ظهر لعيبته وبيكسبها بفضل الله تعالى. فاللي اقصده ان كل حاجه كمان بتعملها اي اداره موجوده في وقت النادي الاهلي بتعمل كل حاجه عشان تسعد الجمهور، عشان تحافظ على مكانه الكيان وبطولات الكيان. فانا من وجهه نظري بامر الله تعالى هو عنده شخصيه فنيه اكيد ممكن تختلف، لان هو يعني مسك الفيره وعمل بيها فتره اعداد وبعدين سافر وعمل ماتشات وديه، ممكن تختلف الطريقه، لكن انا من وجهه نظري هيحافظ على الطريقه اللي بيكسب بيها النادي الاهلي 4-2-3-1. الطريقه دي مشي بيها الكابتن حسام واللي قبله ومشيت، ولعيبه النادي حافظينها بشكل فيه ابهار، بشكل فيه فنيات، بالتزام، يعني كل لعيب في النادي الاهلي لعب فتره طويله يا استاذ ابراهيم مع ماتشات ومع مكسب ومع بطولات ب 4-2-3-1 وابدع فيها. انا من وجهه نظري والطريقه دي حضرتك موجوده بشكل كبير جدا في كل فرق العالم بالزبط. مش في مصر الدوري المصري بالزبط. بس فانا من وجهه نظري ان امثل طريقه في نجاح الفريق بامر الله تعالى 4-2-3-1، لان المواصفات اللي موجود فيها اللعيبه اللي موجوده ماشيه مع 4-2-3-1. حضرتك احنا شفنا في كاس العالم 4-3-3، 4-2-3-1، 4-4-1-1، كلها باشكال مختلفه بس حسب العناصر اللي موجوده اللي بشتغل بيها. فانا شايف من وجهه نظري بامر الله تعالى ان بكره ان شاء الله نحافظ على شكل الطريقه بنفس الطريقه احنا بنكسب بيها وماشيين بيها وبنحقق حتى لو بيها. كان عنده ازار ومروان محسن وعايز يلعب باتنين راس حربه دي ليها وقتها في سير مباراه ممكن و 4-4-2 يقلبها 4-4-2 ممكن وارد. ما ممكن ما حضرتك انت الطريقه على الورق استاذ ابراهيم شيء وفي الفعل شيء. وبعدين الشكل الدفاعي شيء والشكل الهجومي شيء. حسب الحاله اللي موجود بيها اللعيبه. انا ممكن اكسب مروان وصلاح ممكن اكسبهم بطريقتي انا وبحياتك. احنا شفنا مدرب بلجيكا لما لاعب الراس حربه الاسمر في ماتش البرازيل وحدف ووداه على الباك ليفت. يعني الامور كلها اللعيب الجوكر مطلوب وموجود والمدرب الذكي اللي بيعمل حاله مع اللعيبه يا استاذ ابراهيم واقدر ابعزع بيها الفرقه اللي قدامي فنيا. يعني مين الفريق قدامي انا كعبال ما يفكر وعمال ما ينظم نفسه وعمال يبقى عنده وعي فني يكون انا خلصت ماتشي وكسبته بطريقتي انا كمدرب بقى عالمي وعندي خبرات تخطفه بدري طبعا هو ده الصح. فلا اقصده ان انت عندك لعيبه كتيره جدا، عندك لعيبه جاهزه ما شاء الله، عندك لعيبه ممكن تبتكر وتستبدع بيها وتتالق وتشتغل. وانا من وجهه نظري ان سير المباراه يعني يوم المباراه بالنسبه للمدير الفني مهم جدا يا استاذ ابراهيم، مهم جدا، لان انا ممكن اكون الفرقه دي اتفرجت على فيديو ليها على ماتشات سابقه، ان ممكن يغير بكره، ممكن يبتدي بدايه ثانيه خالص، ممكن انا معلش في بدايه المباراه مثلا ما وفقش ان اسجل في اول 15 دقيقه، يبقى انا عندي نص ساعه الثانيه وعندي نص ساعه الثالثه وعندي نص ساعه الاخيره. اللي اقصده ان سير المباراه مع تحضيري مع تجهيزي مع طريقتي مع قراءه المنافس مهم جدا المدير الفني. وانا من وجهه نظري ان بكره هو الراجل ان شاء الله عنده خبرات وهيشتغل صح مع اللعيبه اللي موجوده وهيعمل ماتش كويس ونتيجه كويسه بامر الله تعالى ان شاء الله. يعني هل يا كابتن ربيع انت شفت مروان محسن في كاس العالم؟ هل حسيت ان هو يعني خلاص شفي تماما من الاصابه وبقى ممكن الاعتماد عليه كراس حربه لفرقه النادي الاهلي، ولا ازاره خصوصا هو مستريح بقاله فتره طويله بس ما لعبش سوى الماتشات الوديه اللي كانت في كرواتيا هو اللي نبدا بيه لانه هو كان يعني هو هداف الدوري المصري الموسم اللي فات؟ طبعا ازاره نجم كبير جدا بصراحه وعمل موسم رائع
وهداف مفيش كلام. بس انا متهيألي هو جه متاخر المعسكر او ممكن يكون كان عنده مش عارف حضر المعسكر من اوله ولو في ماتش بكره. كان قالوا ان هو مستبعد عن ماتش بكره عشان لسه جه متاخر وكان فيه احتراف وحاجات كتيره جدا. لا انا من وجهه نظري ان مروان محسن يبقى موجود لان مروان خد دفعه كبيره جدا في ماتشات كاس العالم الثلاثه، لعب ثلاث ماتشات في كاس العالم. اللاعب حضرتك لما بيقدم وياخد خبرات وبياخد مواقف صعبه جدا جدا ويجي للسهل بيبدا يتالق ويبقى له دور كبير جدا فعال في الشكل الهجومي. مروان المفروض ان هو ثقته في نفسه طبعا بكره تبقى رائعه ويكسب، لانه الراس حربة منتخب مصر في كاس العالم روسيا 2018. زائد احنا عندنا ولد بصراحة محسن رائع، ده مستقبل بامر الله تعالى، لعيب مهاري لعيب عالي جدا، انا ممكن هيبقى من احسن روس حربة اللي موجوده في مصر، دي حقيقه برضو ده موجود بديل. انما ازاره انا ما اعرفش ظروفه، ازاره لو هو موجود واتمرن وفتره الاعداد ومنتظم رقم واحد معه في هجوم النادي الاهلي، ان ازاره ابدع وتالق وسجل وبرضو لازم الناس تعرف ان بفضل الله تعالى النادي الاهلي دايما بيصنع نجوم، دي حقيقه زي ما صنعنا نجوم، في نجوم النادي الاهلي بيصنعها. ازارو لما جه ما كانش هو ازارو اللي فنش الدوري يا طبعا إيه؟ طبعا ازارو بقى حاجه ثانيه خالص. حتى كلنا قلنا ليه مش في منتخب المغرب، كان جاي بدايته مش زي نهايته ونص اتالق وابدع واشتغل وخد خبرات وخد ثقه وطبعا بفضل الله ثم مساعده النجوم اللي حواليه اعتقد ان ازارو لو جاهز يبقى رقم واحد في هجوم النادي الاهلي. وليد سليمان يعني لاعب مهم جدا، واحد من اللي عندهم روح الاهلي العاليه قوي ديت، لكن شفنا في المباريات الوديه الاخيره الراجل بيلعبه صانع لعب. يمكن غياب خلاص انت ما عادش عندك صانع العاب بعد عبد الله السعيد، وكان الفتره اللي فاتت نصر ماهر مش مسجل في افريقيا، فكان الراجل اعتماده على وليد سليمان. الى اي مدى انت شايف وليد يؤدي ديت؟ وليد سليمان عمل موسم رائع الموسم اللي فات دي حقيقه. لعيب كبير نضج بشكل كبير جدا، كان هداف بيحل مواقف بينوع بيحل حلول. لا انا وليد عنده كوره كبيره عاليه جدا في دماغه ما شاء الله، وهو لعيب مهاري وعمل الموسم اللي فات. وانا من وجهه نظري ان وليد اتظلم في كاس العالم، كان لازم يبقى موجود في كاس العالم. دي حقيقه بما يرضي الله فنيا. انا كنت بدور على اللعيب اللي بيروح، اللعيب اللي بيطيع، اللعيب الكويس، اللعيب اللي عنده فنيات عاليه في حاجات كتيره جدا. انا عندي الثلث الهجومي ده محتاج لعيب بمواصفات خاصه عشان يقدر يحلل لي ويسجل لي وينوع لي ويصنع لي في اي وقت. وليد من اللعيبه دي، لعيب راجل مطيع جدا، كان عنده انضباط غير عادي في فنياته وفي المسؤوليه كانت على عاتقه. احنا شفناه كان بيلعب وسط ملعب يمين وسط ملعب شمال، بلاي ميكر فوات كتيره جدا، وكان الراجل بيقوم على اكمل ما يكون، دي حقيقه. فوليد اعتقد ان هو اقرب واحد للبلاي ميكر الصبري بكره ان شاء الله تعالى. ان وليد لعيب كوره كبير جدا ناضج، البوزيشن ده في العمق ده عاوز مواصفات معينه، عاوز نسب فنيه معينه في فوق الكوره، في تمريره حاسمه، في تصويب، في تسجيل، في صنع، هو ده وليد. في تمركز جيد، في انتشار، حاجات كتيره جدا في وليد. وانا اعتقد ان هو اقرب واحد وانسب واحد بكره وليد سليمان ان يقوم بدور صانع لعب، وبعدين خبراته هتبقى لها دور كبير جدا. يعني انا بحتاج اوقات ان البلاي ميكر بتاعي ان يعمل لي ترابط ما بين الثلاث خطوط، امتى الايقاع، امتى السرعات، امتى التحول من دفاع لهجوم، امتى شوطها في الجول، امتى اعملها، امتى اصلحها، حاجات كتيره جدا بيعملها. فاعتقد ان وليد انسب واحد بكره بمشيئه الله تعالى انه يقوم بهذا الدور. مؤمن زكريا الاهلي على طول بمجرد ما رجع من الاعاره بتاعته اسرع حد الاهلي حرص ان هو يسجله او يضيفه للقائمه الافريقيه مؤمن. طبعا مؤمن مهم جدا ودوره مهم جدا وهداف وبيسجل. مؤمن عنده ميزات كويسه جدا، انه في 18 ما فيش مباراه بتعدي مؤمن احتياطي او اساسي الا ما بيسجل، دي حقيقه. هو لعيب هداف بيسجل. مؤمن عنده ميزات كويسه جدا في الثلث الامامي. انا بدور على اللعيبه استاذ ابراهيم استاذ حامد اللي في الثلث الامامي اللي بيروح لي على الجول. احنا عندنا كان عندنا مشاكل كتيره جدا في منتخب مصر ان احنا مش شايفين حد يروح على جول عشان يسجل. زي ما شفنا بلجيكا وزي ما شفنا كرواتيا وزي ما شفنا فرنسا، احنا من الثلث الاخير ده مؤمن بتاع الثلث الامامي اللي هو ثلث المنافس اللي بروح عليه المنافس استاذ ابراهيم. فمؤمن ما شاء الله بيصنع بيسجل، لعيب خفيف عنده ميزات كتيره جدا، حتى الثوابت ليه في الثوابت وسجل منها قبل كده. فمؤمن وعودته من وجهه نظري مكسب. ومؤمن برضو فرق في حاجات كتيره جدا. فمؤمن لعيب كويس جدا، وانا متهيألي برضو مؤمن
له دور كبير جدا في البدايه، لان مؤمن من الاساسيين اللي كان بيعتمد عليهم اي مدرب الموسم اللي فات يا صبري او من ساعه ما جه. وبعدين لعيب ايجابي، لعيب حضرتك لو بالورقه والقلم انا مسكت مؤمن لعب كم مباراه، كم دقيقه، كم كم كم، هتلاقي ايجابي. أيوه. سجل وصنع. ايوه خد بالك، حتى لو يا صبري من اللي كان بديل فيها كان بينزل ويسجل، بيسجل. فمؤمن اعتقد ان عودته مكسب، ومؤمن لعيب كويس جدا واحنا محتاجينه، وجوده مهم جدا في هجوم النادي الاهلي. يبقى في التلت الهجومي ده جونيور اجايه. اجايه، وزي ما انت اشرت بالنسبه لوليد ازارو انه نهايته مع الاهلي مش زي بدايته، طبعا مفيش كلام، لكن اجايه كان بدايته خاطفه بسرعه، يعني من العناصر اللي من بدري عبروا عن قدراته. اي مكان انسب لاجايه؟ اجايه من وجهه نظري انا احسن لعيب الموسم اللي ماضي. لعيب عنده كاريزما عاليه جدا، هادي، مش عصبي ابدا، بيحب فرقة الاهلي، بيحب جمهور النادي الاهلي، بيعشق النادي اللي تعاقد معاه وقال له تعالى، وكان سبب كبير جدا في نجوميته. أي. صراحه انما انا بحبه جدا واحترمه لانه مطيع، ما عملش مشاكل، شخصيته، بيحب زملائه وزملائه بيحبوه، بيحب النادي. أيوة. بيحب الفانيلا، عنده انتماء غير عادي. ايوه حضرتك، وعامل موسم رائع من وجهه نظري ان اجايه لاعب جوكر. هو بيلعب على الاطراف يمين او شمال، وطبعا بيميل شمال اكتر لانه بيروح حضرتك الاطراف مهمه جدا، هو على الاطراف بيبدع ويتالق ودوره مهم جدا، لان الاطراف الصبريم ليها شغل معين عشان اقدر اصنع بيه الاهداف او اكسب بيه او اروح بيه على الفريق المنافس. فاجايه من وجهه نظري ان هو الاطراف بالنسبه له ممكن اتزنق، حتى لو زاحم مؤمن فيها شويه. ما هو حضرتك حتى لو زاحم، لكن يعني حسب انا من وجهه نظري ان اجايه لعيب تاخد منه انتاج على الاطراف كويس قوي. لكن خلي بقى حياتك، هو لعيب جوكر. انا برضو من وجهه نظري ان اللعيب الجوكر يبقى مهيئ نفسه لاي مركز وحسب ظروف المباراه والمدرب وفي الفريق المنافس. أي. لان كلها مجموعه اهداف بشتغل عليها كويس قوي. فاجايه لعيب انا بعتبره انه عمل موسم رائع الموسم اللي فات، وانا من وجهه نظري انه احسن لعيب الموسم اللي فات. اجايه سجل، هذا ما عملش مشكله، اساسي على طول، بيلعب كل مباراه، عمل كمان اسيس كتير جدا طبعا. اخر ثلاث ماتشات كان بيرجع ورا وبيلعب، مفيش كلام، ميكر تمام في الثلاث ماتشات الاخرانيه. ممكن بقى المدرب لما يحتاجه استاذ حامد الصبريم، يعني طيب ممكن يبقى يحتاجه. نص الملعب المدافع في وجود السوليه وحسام عاشور، هل تعتقد ان في عندنا مشكله ولا كده يبقى الجزء ده كامل للماتش بتاع بكره؟ ما ينفعش يبقى عندنا مشكله وعندنا اتنين بحجم السوليه وعصام عاشور. عصام عاشور نجم كبير جدا ما شاء الله، وراجل تاريخ في النادي الاهلي وعنده خبرات غير عاديه. عصام عاشور في مسمار وسط لاعبي النادي الاهلي، فريق النادي الاهلي، عصام عاشور. عصام عاشور رائع. عصام عاشور النهارده بيقوم بدور كقائد وككابتن، كقائد مفيش كلام، وفي نفس الوقت دور مهم جدا في سير المباراه، وانا كسبان وانا حاجات كتيره جدا، لان انت محتاج قائد يوجه، محتاج قائد يعمل ترابط، محتاج قائد امتى الايقاع وامتى السرعه وامتى القوه وامتى التحول. هو ده الفرق الكبيره لازم يكون في حسام عاشور نجم كبير، وحسام لا غنى عنه الا بقى لو اصابه بعدته او مستواه بعد، انما حسام من وجهه نظري مهم جدا. السوليه في احسن ايام حياته، السوليه عمل ماتشات، لعب موسم رائع برضه، قدم فنيات، ثبت وجوده، زاد بشكل كبير جدا، بقى النهارده هو الرابع بتاع وسط الملعب في الجانب التكتيكي على المرمى. ايوه السوليه النهارده بيزيد الصويب، بيروح وبيسجل وسجل من تصويب، وده اللي عاوزينه. لان يعني الطريقه حضرتك بتاع 4 2 3 1 بتتحول دفاعيا 4 1 4 1. ايوه بيقف حسام عاشور تحت راس المثلث الاثنين مدافعين. أيوة. والباكين اللي بنعتمد عليهم من الاجناب كويس قوي. أيوة. والسوليه بيبقى الرابع بتاع وسط الملعب الهجومي بالظبط، عشان مع راس الحرب. فالسوليه ثبت وجوده رائع جدا، بقى خلاص نضج فنياته، حتى يعني في اعلام كان بيقول السوليه المفروض موجود في منتخب مصر في روسيا. أيوة. ناس طلبت فعلا يا استاذ ابراهيم. أيوة. لكن هو قدم موسم رائع. انا متهيألي الاثنين دول وحوش في نص الملعب. بكره بامر الله لا غنى عنهم ان شاء الله تعالى، يوفقوا وهم ماشيين بسياسه التفاهم الانسجام. الجانب الفني مهم جدا، هم حافظين بعض، والسوليه بيجيد الجانب الهجومي والدفاعي. فانا اعتقد ان السوليه هنرجع لك للشق الفني المهم ده، لكن اعتقد حضور الجمهور بكره مهم جدا. ترتيبات حضور الجماهير مساله في غايه الاهميه، الضوابط الامنيه اللي تسهل وتحافظ على حياه كل من في استاد برج العرب ايضا مساله مهمه جدا.
إدارة النادي عملت إيه مع الجهات الأمنية في تأمين حضور الجماهير؟ الناس ممكن تروح إمتى وتروح إزاي؟ بالإضافة إلى موقف التذاكر، هل فعلا الناس اللي حجزت التذاكر من خلال السيستم بتاع النادي ده كفاية للحضور، ولا في تذاكر من خلال شباك التذاكر الحر للبيع؟ معنا على الهاتف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي. كابتن محمد أهلا بيك. استاذ ابراهيم ازي حضرتك يا فندم، ربنا يخليك. تحياتي وتحيات الاستاذ حامد عز الدين والكابتن ربيع ياسين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا حامد بيه وكابتن ربيع. اهلا بحضرتك. اهلا بيك. طمنا على ترتيبات مباراه الغد ان شاء الله يا كابتن محمد. لا الحمد لله الامور ماشيه على مرام. النهارده كان في الاجتماع الفني الساعه 4 وحضر ممثل النادي عن الامن كان العميد علاء صلاح الدين وهو اللي بيمثلنا في الاجتماعات اللي فاتت، هو حضر اجتماع الامن في مديريه امن اسكندريه. الحمد لله الامور ماشيه كويس، الفريق الضيف وصل بالسلامه وكان قبله كابتن سمير عدلي والحمد لله اقامتهم كويسه عشان خاطر تعرف المعامله بالمثل ان شاء الله باذن الله. ايوه وماشيين بخطوات الحمد لله ثابته، باقي بس باذن الله تبقى المباراه تسعد جميل النادي الاهلي وتطمنهم وتسعدنا وربنا يكلل بقى باذن الله التعب اللي احنا بنتعبه لان هو ده الهدف الاساسي ان شاء الله افريقيا والعوده لافريقيا مره ثانيه ان شاء الله باذن الله. الامن وافق على 30,000 مش كده؟ هو الامن كان في مناقشات معاه وهو طبعا عندهم وجهه نظر معينه واحنا بنشرح وجهه نظرنا وان شاء الله كل اللي احنا كده تجارب. احنا النهارده في موافقات امنيه جت لعدد من الجمهور 10,000 اللي احنا كنا متفقين عليه من البدايه. الامن ما رضاش قال لك طب هنشوف الماتش ده والمباراه دي ان شاء الله باذن الله تبقى تجربه باذن الله كويسه لعوده الجماهير. والنادي الاهلي خلي بالك جمهوره هو اللي هيرجع الجمهور على مستوى الكره المصريه. أيوة. عشان نتكلم بمنتهى الصراحه بالزبط. وانا بطمن كل الناس وبطمن كل الجهات وبطمن كل اللي موجودين وبنطمن اتحاد الكوره اللي هو معانا وشريك معانا والاب الشرعي لينا. جماهير النادي الاهلي واعيه، جماهير النادي الاهلي بتبدا بدايه جديده، جماهير النادي الاهلي متعطشه اللي هتقف وراء فرقتها بتلفظ اي عناصر مندسه فيها. جماهير النادي الاهلي بكره ان شاء الله باذن الله هتحزو والجماهير كلها المصريه هتحزو زي جماهير الاهلي دايما. احنا الرائد او احنا يعني مكتوب علينا يتحمل على عاتقنا اللي الناس كلها هي اللي بتقلدنا ودايما جمهور النادي الاهلي او ضابط النادي الاهلي او اعضاء النادي الاهلي هم اللي تابعين وكل الناس بعد كده بيقلدوهم. فان شاء الله باذن الله بكره هتبقى بدايه جديده مختلفه تماما وهن يعني انا بقول لحضرتك ان شاء الله بنراهن على هذا الكلام وهنخالف كل التوقعات وكل الناس اللي بتراهن وكل الناس اللي بتزعل على النادي الاهلي. النادي الاهلي كبير قوي يا استاذ ابراهيم وانتم عارفين كده كويس بجمهوره باعضائه بادارته الحمد لله رب العالمين. النادي الاهلي كبير وهيفضل طول عمره كبير ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله الجمهور اللي رايح بكره الاستاد ايه الضوابط الامنيه بالنسبه للدخول؟ الممنوعات اللي تم الاتفاق عليها مع الامن مكتوب على ظهر التذكره، احنا بنحط كل ما هو ممنوع على ظهر التذكره ان شاء الله باذن الله. الامن هيفتح الباب الساعه 3 هيقفل الباب الساعه 8 عشان خاطر دخول الجماهير. في بوابات تم تحديدها عشان خاطر كل واحد على ظهر التذكره بتاعته مكتوب رقم الباب اللي هيخش منه تسهيلا للجماهير. في شركه متخصصه ذو سمعة طيبة وعلى درجة عالية من الاحترافية هي اللي بتأمن طبقا للضوابط والمعايير اللي الأمن طلبها. وفي برضو أفراد من الأمن النادي الأهلي وبرضو هم معروفين كويس جدا جدا لدى الجمهور ولدى إدارة النادي ولدى الجميع باحترافيتهم في التعامل مع المواقف كلها. كل اللي مطلوب اللي الجمهور يروح في المواعيد المحددة، محدش يروح ما بعد الساعة 8 لأن هيقفلوا البيبان إن شاء الله. رقم التذكرة عليه التذكرة اللي حضرتك عليها رقم البوابة، بوابة 2 للإعلاميين والفرقتين إن شاء الله بإذن الله، بوابة 3 للمقصورة الرئيسية والأولى شمال، بوابة 6 و7 للجماهير إن شاء الله بتاعتنا بإذن الله بحيث إن هم يخشوا سواء في جمهور سواء جايب أسرته سواء جايب أطفالهم. هو ده اللي إحنا عايزين نشوفه تاني في المدرجات. وشبابنا أنا عارف كويس قوي وأنا ما زلت براهن على وعيهم وما زلت براهن إن هم بيقفوا ظهر النادي الأهلي بس دون الخروج عن النص هيشجعوا فرقتهم عشان خاطر الحلم يتحقق تاني ونرجع أفريقيا بإذن الله. يا سيادة العميد حضرتك كلمتني على الأمن اللي من رجال النادي الأهلي اللي هم هيتعاملوا مع جمهور النادي الأهلي لأن دول مهمين عندنا جدا بكرة لأنه جمهور الأهلي الواعي إن شاء الله يعني لن نجد مكان لقدم بكرة أو مش هيكون في كرسي فاضي إن شاء الله بإذن الله. الأمن الخاص بالنادي الأهلي علاقته هتبقى ايه بالامن اللي هيبقى مش من النادي الاهلي؟
لو انا كلمتك بصفتي كنت ضابط يعني يا استاذ حامد بعد اذن حضرتك. الامن ده في دايما حاجه اسمها دوائر امنيه، الدوائر الامنيه دي ليها تخصصات، الدائره الداخليه او دائره الملعب ودائره المدرجات دي مسؤوليه الجهه المنظمه اللي هو امن النادي الاهلي وامن الشركه المتخصصه اللي احنا جايبينها. الدائره الخارجيه دي بتبقى للشرطه المحليه عشان خاطر التفتيش وتشوف التذاكر المزوره ونشوف البطاقات الشخصيه والقصه دي كلها. في دوائر امنيه، امن النادي الاهلي والامن الشركه المتخصصه هو اللي هيتعامل باخر نقطه لدخول الجمهور الملعب. تمام؟ هو اللي هيتعامل في التفتيش، هو اللي هيتعامل في اجهزه النهارده جايه جديده مع الشركه اللي احنا جايبينها عشان خاطر تكشف على التذكره وتتاكد ان حامل التذكره هو صاحبها، في بياناته موجوده، حجز التذاكر كلها ده تم حجزه عن طريق سيستم وعن طريق الاونلاين، في بيانات بتخش، بياناتك بتديك النهارده اللي انت مسموح لك تاخد التذكره، التذكره بتيجي لغايه عندك عشان خاطر تخش تشجع فريقك فقط لا غير، بتسيب اي حاجه بره، اي خلافات بتسيبها وراك وبتخش عشان تشجع النادي الاهلي فقط وبتشجع الكوره فقط. لو عايزين الجمهور يرجع تاني ان شاء الله هرجع اقول تاني، هو ده اللي احنا بنراهن عليه وارجو من الاعلام، وده دورنا ودوركم ودور الناس كلها اللي هي توعي الجماهير وهي رايحه تلتزم، ما تقلقوش من حاجه، انت بتحط بياناتك عشان خاطر انت راجع رايح تشجع كوره. في كل العالم وفي كل المؤسسات النهارده على مستوى العالم مفيش منشاه بتخشها غير لما ليك بيانات صحيحه وبيتاكد البيانات دي انت صاحب البيانات اللي موجوده، طالما انت داخل ما عندكش مشكله. اللي بيخاف يدخل بياناته واللي بيخاف ياخد الكارت بتاع الاهلاوي او يدخل بيانات عشان يحجز عن طريق السيستم، ده ليه اغراض اخرى احنا ما بناش عايزينها. احنا في 2018 كاس العالم النهارده احنا شايفين الدنيا شكلها عامل ازاي والعالم كله بيفكر ازاي، احنا بعيد جدا جدا جدا. بكره جمهور النادي الاهلي بيلفظ التعصب، جمهور النادي الاهلي بيبدا بدايه جديده بشكل جديد خالص ان شاء الله باذن الله، وانا براهن عليه ومتاكد منه. رغم بكذب كل ما يقال، اصل احنا الناس في قعدت مع جمهور النادي الاهلي النهارده ما بقاش في روابط موجوده، النهارده ما بقاش في حد انت حابب تقعد معاه، احنا بنوجه رسائل عامه للناس كلها وبنراهن على هذا الكلام. النادي الاهلي بيراهن بقدرته وبيراهن بجمهوره، جمهوره بيحترمه من غير ما بنقعد مع حد، ولو قعدنا مع حد بنقعد مع الناس داخل النادي الاهلي اللي هي المظله الكبيره بتاعت النادي الاهلي، ما بنقعدش مع حد بره النادي الاهلي، ما بنقعدش مع حد في الاوض المغلقه عشان خاطر نقول حاجه، احنا اكبر من كده بكتير. اللي عايز يحط اسمه جنب النادي الاهلي عشان يشتري مفيش فيه مشكله، احنا بنحترم الناس كلها واتمنى الناس كلها تتبادل معانا هذا الاحترام. وبرضه هرجع اقول تاني، انا هرجع للاساس بتاعنا وهدفنا الاساسي اللي هي افريقيا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله على كل اللي انت بتراهن على الجمهور بتاع النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي بتراهن على اداره النادي الاهلي وعلى الجهد الكبير اللي عاملاه الاداره التنفيذيه للنادي الاهلي، وخصوصا في هذا التعاون اللي عرفنا تفاصيله، وربنا يوفق الجميع بكره ان شاء الله. دعواتكم يا رب ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق باذن الله. الله يخليك. شكرا جزيلا للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الاهلي. واعتقد يا كابتن ربيع حضور الجمهور بوعي وحماس مساله في المباريات اللي زي كده، انت كلاعب جربت قد ايه تاثيره؟ مفيش كلام، جمهور النادي الاهلي جمهور فعال، مفيش كلام، جمهور مخلص، عارف قيمه الكيان اللي بينتمي ليه. خلاص قيمه كيان كبير جدا بيسعده، وقيمه لعيبه ما شاء الله بتسعده وبتحاول دايما تحرز الالقاب، وقيمه اداره ان هي فعلا عاوزه تسعد جمهور، عاوزه تدخل جمهور، وعاوزه تعمل له كل حاجه كويسه. فجمهور النادي الاهلي طول عمره استاذ ابراهيم، استاذ حامد طول عمره جمهور النادي الاهلي في ظهر الكيان، في ظهر اللعيبه، امتى عمره ما خرج. لو في خروج ده بعيد عن جمهور الاهلي، جمهور الاهلي مثالي، جمهور النادي الاهلي جمهور عظيم فعلا، والله فعلا دي حقيقه، فما ببالغش بقول جمهور عظيم معروف، فورا الكيان ورا اللعيبه وبيشجع، وطول عمرنا احنا اتعودنا. دي لقطات من فندق الاقامه النهارده. المعسكر ان شاء الله بكره يبقى موفق وتبقى بدايه باذن الله تعالى لدخول الجمهور يا استاذ ابراهيم. هي دي النقطه يا كابتن، ان شاء الله تعالى. انه ان هي المباراه مش بس مؤثره في مسار الاهلي الافريقي السنه دي، لا كمان في اتجاه عوده الجمهور مع بدايه الدوري. صحيح، دي مهمه جدا. ان شاء الله تعالى. يعني دي تجربه باذن الله تنجح، فتساعد وتشجع كل الجهود الامنيه مع جهود اتحاد الكره ان الجمهور يرجع في الدوري. لازم يساعد البلد. هنرجع بقى للكلام الفني يا كابتن. الدنيا يا استاذ حامد عشان هم بقى جمهور عظيم، يبقى من بكره البدايه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. احنا ثقتنا في جمهور النادي الاهلي اللي 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 قالها الكابتن الخطيب، نهى بيها الكلمه، قال ان جمهوره ده حماه، حماه الحقيقي. فبالتاكيد الجمهور عارف دوره، وان شاء الله
زي ما عود النادي الاهلي يقف في المواقف الصعبه والحرجه. هنرجع فني بقى حضرتك اتفقنا عنا على ان الاثنين الارتكاز انت سريع وعشور 10 على 10 الثلاثه اللي قدامهم ومعاهم كمان في واحد زياده راس الحربه اتفقنا. خط دفاع النادي الاهلي بكره انت هل ترى مركزه هو بقى لا ما انا هقوله خلينا في لا ما احنا هنتكلم على الاربعه اللي ورا. هل حضرتك شايف ان فيه مشاكل يعني حاجه ناقصه في من وجهه نظرك؟ لا استاذ حمد انا معلش يعني بالنسبه للجمهور الاهلي في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي وكل اعضاء النادي الاهلي في ظهر مجلس اداره النادي الاهلي كل عضو جه ادى صوت الاداره عارف ان الكيان ده كبير جدا وعارف ان الاداره اداره عاليه جدا وعلى اعلى مستوياتها واداره ما شاء الله بتفكر في المستقبل وتفكر في كل حاجه كويسه عشان تسعد بيه الاعضاء والجمهور. فاحنا أيه. كلنا وكل جمهور النادي الاهلي عارف مين اللي بيقود مجلس اداره النادي الاهلي، نجم كبير جدا بحجم النجم الكبير جدا، وكل اللي طبعا اللي كانوا ممثلين يا استاذ حامد زي ما قلنا اجيال بتوصل عليه، كلهم بيخدموه وكلهم نجوم وكلهم بيحاولوا يقاتلوا من اجل اسعاد الجمهور ومن اجل المحافظه على اسم الكيان ونتائجه وبطولات الكيان. فكل التوفيق بامر الله تعالى لمجلس اداره النادي الاهلي. بالنسبه لخط الظهر طبعا حضرتك هيبقى موجود سعد طبعا هو سعد كان في منتخب وموجود واقرب واحد اشرف ايمن اشرف ولا كوليبالي؟ كوليبالي انا لسه هسالك عنه لانه الاهلي سجله في القائمه الافريقيه كارتيرون هو اللي رشحه دربه في ثلاث اماكن دربه مع مازيمبي ودربه مع منتخب مالي ولما درب النادي الامريكي خده معاه في الثلاث شهور الاخرى فاذا عنده ثقه كبيره فيه واضح واضح ان عنده ثقه كبيره جدا وانه بيعتمد عليه وانه شايفه وعارفه وعارف قدراته وامكانياته أيوة. فدي مهمه جدا ممكن يبتدي بيها ده اللي هو اللي مسؤول عنه فنيا هو اللي مرنه هو اللي عارف قدراته في هذا المركز المركز ده حساس جدا والاثنين المساكين يا استاذ ابراهيم حضرتك مع حارس المرمى انا ابني عليهم وبطور شغلي بالمثلث ده شغلي انا اذا كنت ببتدي عن طريق التحضير وعن طريق التمرين ومن تلت لتلت لتلت فالمثلث ده مهم جدا يعني اثنين مساكين حضرتك مهمين جدا في دورهم طبعا دورهم دفاعي طول الوقت دورهم دفاعي طول الوقت ان انا رقابه اتزان تغطيه مهمه جدا ممكن في الثوابت احنا عندنا اثنين سعد وممكن كوليبالي بجسمه انا شفت ما شاء الله جسمه كبير ممكن يكون يعتمد عليهم في الثوابت في كورنر فاول لكن في الثلث الامامي طبعا فممكن يكون هو عارف قدراته احنا ما شفناهوش أيوة. لكن اقرب واحد هو المدير الفني بدل بيثق فيه هو جابه وبياخده ممكن يبتدي ببكره وخاصه ممكن اكيد جاهز انه في عمل في التعداد موجود فيبقى الاثنين يعني سعد انا ايمن اشرف او كوليبالي هو لو شايف كوليبالي ان هو اللي جايبه خلاص هيبتدي بيه لان هو ادرى واحد انما ايمن اشرف بصراحه برضه لعيب كويس جدا وعمل ماتشات كويسه جدا وكان له دور الدليل انه خدوه منتخب مصر في كاس العالم ثبت وجوده ما شاء الله عمل موسم رائع ايمن اشرف بصراحه في المساك وطبعا هو لعيب جوكر ممكن يلعب في اكثر من مركز فده بالنسبه للاثنين المساكين الباك رايت طبعا هيبقى الباك رايت في باك ليفت مع معلول واحمد فتحي باك رايت احمد فتحي ومعلول باك ليفت احمد فتحي برضو قيمه كبيره جدا وخبره كبيره جدا جدا وقادر ما شاء الله ودوره مهم جدا وفعال له دور في الطول الهجومي والدفاعي بالنسبه للباك رايت حافظ هذه الحته له دور في صناعه الاهداف له دور في الاهداف له دور في المدافعه الجديه له دور في التغطيه فده معلول وده وبعدين باك رايت منتخب مصر وباك ليفت منتخب تونس ما ينفعش عضو يبقى معلوم ان الخبرات موجوده وهم نبيل معلول برضو من اللعيبه الكويسه وعمل موسم كويس جدا وزاد بشكل كبير جدا وباك وجوده مهم جدا وبيعمل ماتشات كبيره جدا خاصه في افريقيا وكان له دور فعال في ماتشات كبيره جدا الموسم اللي فات بالنسبه لدوره كباك ليفت هجومي ودفاعي. علي معلول في مكانك انت شكل ادائه مع المنتخب التونسي يختلف عن الاهلي؟ المنتخب احنا هو جه النادي الاهلي وهو هداف الدوري التونسي. هو طبعا احنا يعني علي المفروض ان هو يبقى دور الهجوم يا استاذ ابراهيم اكتر من كده. يعني انا معلش مع احترامي هل طريقه الاداء هي اللي مكتفاه شويه؟ لا هو علي بدا عيلي مع الماتشات مع الثقه مع الانسجام مع التفاهم ابدع وتالق وبشكله في نص الموسم ونهايه الموسم غير الاول خالص. يعني نفتكر انه كان بيسجل اهداف وصنع اهداف ما شاء الله
وكان ليه دور في التلت الامامي كبير جدا. هو التنويع مهم، التنويع مع الخبرات في التلت الامامي الهجومي هو ده لازم اللعيب يبدع فيه مع تعليمات المدرب. فعلي باك ليفت كويس، لكن خلينا نتفق ان المنتخب غير النادي، ان ماتشات النادي غير ماتشات المنتخب، لكن هي الموهبه واحده والوظيفه واحده، ان انا اقوم بدور الدفاع على اكمل ما يكون واقوم بدور الهجومي. فالتنويع عند علي، هو راجل لعيب كوره كويس ما شاء الله بيقطع كوره، وشاف شفنا ماتشات الموسم اللي فات افريقيا لما ابدع وتالق وسجل وصنع، عنده ميزات هجوميه كتيره جدا وذات التنويع بقى في التصويب ضحيتك في صناعه الاهداف لازم يزيد في الكورسات اللي بالعرض. لكن انا اعتقد ان علي مكسب وماشي كويس جدا، ولعيب ادى موسم رائع. واحنا بالنسبه للمنتخبات حساباتها بتبقى نوع تاني. انا اعتقد ان الاصابه مع علي فرقت مع المنتخب السعودي، لانه كان مصاب فتره كبيره جدا اسحام ورجع، وممكن عشان يلحق الماتشات ويروح، هي دي اللي يمكن فرقت شويه. لكن هو كاس العالم طبعا ثلاث ماتشات وما كانش فيه فرصه ثانيه، لكن الراجل بيبدع ويتالق، واعتقد ان هو عمل موسم كويس ومن اللعيبه اللي زادت بشكل كبير جدا في مكانه، وعمل موسم رائع مع النادي الاهلي الموسم اللي فات. يعني لو حضرتك انت الكوتش بتاع النادي الاهلي هلعبه طبعا، ومعلول راجع والكلام عنه الماتشين، لا مش كلام، خصوصا الاخرانيين اللي كان فيهم يعني كانت فيهم عروض صعبه وخسائر كبيره لتونس. ده ضد مين؟ هل تلعبه؟ ضد مين؟ كانت تونس بتلعب ضد مين؟ بلجيكا مش كده؟ ولا ايه؟ نعم صحيح. اخر ماتش والتاني كان ماتش انجلترا. ما بيلعبش قدام ماتشين كبار بتقال بلعيبه بنجوم بمهاره بفكر بحاجات تانية خالص. لكن هو مش معنى ان ما كانش موفق او مفيش صعوبه. لا ما انا بتكلم على الجزء النفسي، انا بتكلم لو انت لعيب كبير الكوتش ونفسيا هو اخر ماتشين الناس شافوه فيهم ما كانش تمام، العبه يلعب. ولا اخليه لا يلعب؟ ما هو احمد فتحي ما كانش مع احترام الشديد برضه ما كانش موفق في مواقف. مش معنى مش موفق ان انا ما العبوش، لا العبه، ده حاله وده حاله. وبعدين اللعيب الكبير بيخرج على طول يا استاذ حامد، فحش ان اللعيب النهارده بحجم معلول او بحجم فتحي ما خرجش بعد مباراه. في حاجه اسمها توفيق وعدم توفيق، في حاجه اسمها فورمه، في حاجه ان الفرقه كلها ماشيه ازاي، الفرقه كلها، هل الفرقه كلها نجوم؟ لا، كل الفرقه مستواها كان بالنسبه للتونس او بالنسبه للفريق المصري. فالطبيعي جدا المدرب كمان له دور مهم جدا في اخراج اللاعب، وفي نفس الوقت حجم اللاعب الدولي ان لازم يخرج على طول، ممكن مباراه لمباراه مش، لكن من مباراه لمباراه يخرج ده وارد. انما حجم علي معلول، انا من وجهه نظري علي معلول رقم واحد في النادي الاهلي، يعني باك ليفت النادي الاهلي علي معلول. وعند سنان صبري الرحيل، صبري كويس بديل رائع لصبري الرحيل لعلي معلول. وايمن اشرف، لو وايمن اشرف جوكر طبعا يلعب. ايمن لعيب كويس واضافه كبيره جدا وعامل موسم رائع بصراحه ايمن اشرف. كابتن ربيع، كارتيرون اول مباراه، وسالتك في البدايه هو الافضل يغير طريقه لعبه ويفرض بصمته الفنيه دلوقتي ولا يستنى؟ هل اللعيب بقدرات اللعيبه هي اللي بتخلي المدرب يغير فكره التكتيكي، ولا هو اللي بيفرض فكره؟ لانه ده بيحضرني انه وجود واحد زي حضرتك وابراهيم حسن كطرفين في نهايه الثمانينات، ديتريش فايتس لما جه مظبوط الطرفين الجامدين اللي عنده خلاه يعمل 3-5-2 وهو مطمئن جدا ان يبقى عنده طرفين باكين جناحين في نفس الوقت. اللاعب اللي بيصنع المدرب الصغير، دي قاعده اللاعب اللي بيصنع، مفيش كلام. يعني اللاعب هو اللي بيفرض ان المدرب يحط بصمته. طبعا مفيش كلام، انا بالقدرات اللي عندي بحياتك اللي موجوده دي قدامي انا افكر اعمل ازاي. ان ما ينفعش اجي انا اقول انا هعمل 3-5-2 من غير ما اشوف، لا ده انا بفصل طلع على القدرات اللي موجوده عندي بشوف الانسب طريقه. يعني انت قبل فايس كنت 4-3-3؟ كنا بنلعب 4-3-3 4-3-3 فعلا. ايوه كانت الجناحين واخد حياتك وراس حربه بالظبط، عمل 3-5-2 في ابراهيم حسن وربيع ياسين. ايوه بحياتك ده تحديدا اللي فرض عليه كده مظبوط. انا الموسم ده من احسن مواسم حياتي وسجلت اكتر عدد اهداف في حياتي. ايوه انا كنت راس حربه تاني صحيح في اوقات مناسبه في اوقات معينه. أيوة. هو الراجل مرن مع ان خد وقت في الاول، البدايه خد وقت وما كناش عارفين يعني ايه 3-5-2. أيوة. يقعد يعالج لنا ويصححنا لحد ما حفظناها وهضمناها، واعتقد ان الكابتن جوهري طبقها في كاس العالم وصلنا بيها كاس العالم. بالظبط بالظبط، قعدت فتره طويله، اكتر طريقه قعدت فتره طويله جدا بحياتك. فالقدرات اللي موجوده انا بناء على القدرات اللي موجوده بشوف الطريقه المناسبه، وبتفرج على الماضي برضه في شرايط بتفرج عليها واشوف. ففي قدرات النادي الاهلي من وجهه نظري انا، القدرات اللي موجوده تساعدني على كل الطرق من وجهه نظري. ان انت عندك احسن لعيبه اقيم لعيبه قدرات رائعه، وزي ما انت شايف
ثلاث ارباع اللعيبه بتاعت النادي الاهلي في منتخب مصر راحتك. فهو وممكن الطريقه زي ما حضرتك شفنا مدرب كرواتيا ما غير الطريقه كتير جدا بالزبط. من ماتش لماتش لماتش من النص من يعني خد بالك شوت طبعا شوت نفسه هو حافظ اللعيبه ولعيبه حفظته أيوة. وعرف قيمه اللعيبه وقدراتها وعرف يعني ايه لعيبه تعمل انتشار يعني تمركز يعني اشكال فنيه مهمه جدا. عشان كده صبرين بيقول ان قيمه المدرب الفني كبيره جدا ولازم تبقى المدرب الفني وجوده مهم جدا الفني لان انا من وجهه نظري رقم واحد المدرب هيقدر بامر الله تعالى مع القدرات مع الاداريات مع النظام هيبدع يتخلق ويعمل لك ابداع غير عادي في بنات غير عاديه يعني احنا وش ده شفناه في كاس العالم مع مدربين معانين أيه. المدرب ممكن في اي وقت يغير في اي وقت يبدع في اي وقت يقول فانا يعني النادي الاهلي يملك القدرات اللي ممكن يشتغل بيها المدير الفني باذن الله تعالى بادارته الفنيه جيده ويعمل اي طرق. بس انا من وجهه نظر ان ممكن يبتدي بكره بطريقه النادي الاهلي المعتاده لحد بالوضع اللي موجود ممكن هو بقى لحق يحفظهم لحق يقول فكره لحق دي حسب فتره اعداده وحسب رؤيته وحسب فنياته وحسب اللي شافه. فهو ادرى واحد ايه اللي هيعمله بكره. وانا اعتقد ان شاء الله حاله المدرب مع اللاعب ممكن تصنع فوارق فنيه كبيره جدا في اي وقت. لما بيجي مدرب عبقري مدرب ذكي مدرب فاهم بيعرف مدرب شخصيه قويه مع لعيبه بحجم لعيبه النادي الاهلي ممكن يعمل حاله فنيه في اي وقت وتحت اي ضغط وبالدوافع اللي موجوده في النادي الاهلي اعمل وكسر الدنيا. لان الدوافع موجوده طبيعي الامكانيات موجوده طبيعي القدرات اللي انا عاوزها موجوده طبيعي بنسب كبيره جدا. فمن هنا الدوافع موجوده والدوافع مش في مباراه الدوافع في بطوله. فان شاء الله هتبقى حاله كبيره جدا وبدايه مهمه جدا مع مدرب قدير ولعيبه كبيره ان شاء الله للكيان الكبير باذن الله تعالى. كابتن دايما وابدا الاهلي بيستفيد من التاريخ بتاعه وانا اعتقد هذا الموقف مر كتير قوي. انت احضرك ايه من المواقف الصعبه اللي في المشوار الافريقي فجاه لقيته ان الفرقه في موقف صعب جدا وكان لازم أن تعدي وعدت ايه اللي تذكره من المواقف ديت؟ هو طبعا كتير طبعا اكيد في مواقف كتيره جدا بس ممكن يكون ان فاجئتني حضرتك بالسؤال. لكن احنا عندنا مواقف كتيره جدا. كنا مره في اوغندا كسبنا هنا 2-0 وقابلنا رحنا الماتش الثاني في اوغندا ما كناش موفقين طبعا وجابوا فينا جول في اول شوط. اوغندا دايما هي مرتفعه ومشاكلها كتيره جدا في ارض والمعيشه والحياه لكن بفضل الله الكابتن جوهري طبق بين الشوطين وقال لي يعني هنقابل جمهور النادي في المطار ازاي؟ وكنا بعاد جدا مع اوغندا دي فرقه يعني مش مصنفه خالص. ايوه غير النهايات في نهايات مع حضرتك في نهايات احنا قابلنا برضو هنا كوتوكو في سنه 83 بعد البطوله الاولى. ايوه طبعا البطوله الاولى احنا شفنا مواقف في الماتش الثاني يعني كسبنا 3-0 أيوه. 82 أيوه. ورحنا شفنا بقى حاجات عمرنا ما شفناها من اول الفندق لركوب الاتوبيس لنزول الغرف لنزول المعل لبين الشوطين لتغيير شفنا اللي ما شفناهوش. اليوم ده انا اعتقد ان ما فيش فرقه هتشوف اللي شفناه. ان يجوا الساعه 6 الصبح وخبطوا على الاوض بتاعتنا في الفندق واحنا نقوم نترعب ونقول مين اللي هيدخل علينا وان ندخل الملعب بالعافيه وان الجو طبعا كان حر جدا جدا وان حتى ما نعرفش نغير بين الشوطين وده نهائي افريقيا. مواقف صعبه جدا وكنا بننام بالمطار بال 20 ساعه وكنا حاجات كتير. ومره رحنا بلد فيها حرب اهليه كنا قاعدين عند المصريين كل ثلاث لعيبه قاعدين عند المصريين كل كناش بنروح الملعب اللي متجمع على التمينة ومن الساعه 6. المواقف كتيره جدا لكن بفضل الله سبحانه وتعالى ثم الاراده وفي نفس الوقت زي ما قلنا ان من فضل الله علينا ان منظومه عارفه يعني ايه كان بيمثله. فدي حقيقه صبرين طول عمر النادي الاهلي واجهنا حاجات كتيره جدا وانا قلت لحضرتك مواقف صعبه حرب اهليه مش عارفين ندخل الملعب يعني ماتش كوتوكو ده مش عارفين ندخل الملعب واقفين لنا ومع الاسحار ومع اللي عملوه بهدلونا برضه 83 لما الحكم حسب الجول اللي في صيد وان احنا حاولنا ووصلنا انما كان في دوافع كتيره جدا انها تبعدنا. فالدوافع المواقف كتيره جدا يا ابراهيم لكن هي بتزيد صلابه للعيب النادي الاهلي وتزيد بفضل الله هو عارف ان الكيان ده والحاجات دي خلي بالك بتفرق معنا في الملعب بفضل الله تعالى في الملعب برضه في الجمهور. قلت جمله يا كابتن قلت جمله قلتوا مع بعضيكم هنعمل ايه مع جمهور الاهلي؟ طبعا لا ده هو بيقول الكابتن الجوهري اللي قال لك قال لهم هنبلغ هتعمل جمهور المطار ازاي؟ بالظبط هنرجع ازاي؟ لان يعني الجمهور الصبي كان بيجي في الملعب عندنا أيوه. بال 20,000 يتفرج على التمرين ايوه كنت تلاقي كوبري الاصليين ده ايه الزحمه دي؟ خارجين من تمرين النادي الاهلي فاحنا الجمهور كان دايما
من فضل يعني طول عمر النادي الاهلي جال مع النجوم عنده ترابط غير عادي. فكنا ننزل كل واحد بقى ياخد الشو بتاعه ده كنا بنعمل حساب وما ينفعش اي هزيمه بالنسبه لنا. بعد كنا نقول احنا هنقابل الجمهور ازاي؟ احنا هنرجع ازاي؟ احنا هنخش الكيان ازاي؟ فلعيب النادي الاهلي طول عمره لعيب محترف ومفكر دايما في الكيان. فعشان كده في مواقف كتيره جدا لكن كنا بنتغلب. ايامنا برضو كانت السفر بنقعد بالعشر ايام بره القاهره وكان الترانزيت من مطار لمطار 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 والامور كانت صعبه جدا. يعني مره رحنا فندق في بلد ما عرفناش نقعد فيه لان ما فيهوش حاجه. كان في البلد دي في حرب ومش لاقيين يعني الاوض ما فيهاش حاجه خالص. فكانت السفارات طبعا والقنصليه بتقوم بالواجب وبالروح حاجات كتيره جدا وفي نفس الوقت كنا بنحقق بفضل الاتحاد المطلوب. الجابون نهائي الجابون حضرتك نهائي كاس افريقيا الجابون لما كنا كاسبين في مصر 3-0 واحنا لو شفت اللي عملوه معانا في الملعب جابوا خنازير وبيرموه على ظهرنا ويفرقونا بيها ويذبحوا وحاجات وارهاب وما عرفناش نخرج بعد الماتش من الاتوبيس الا بعد ما ناموا البلد كلها. مواقف كانت كتيره جدا بس رجال النادي الاهلي بفضل الله تعالى كانوا بينجحوا. طب الجمهور انت بتتكلم على الجمهور حتى في التمرين. دي حقيقه. احنا قدام جيل من اللعيبه ومن الحكام ما تعودوش يلعبوا قدام جمهور. يعني ايه خطوره ده على الفرقه على على المسابقه نفسها؟ يمكن جهاد جريشه كحكم خارج من مسابقه طول الموسم بيلعب بدون جمهور بدون اي ضغوط في المدرجات. هو حضرتك انا مع دخول الجمهور باعداد في الاول باعداد بدايه الموسم باعداد لحد ان شاء الله باذن الله تعالى ما تبقى ان شاء الله الدنيا كلها حلوه وجميله لان الجمهور لازم يساعد المنظومه الجمهور لازم يساعد الدواعي الامنيه الجمهور لازم يساعد البلد الجمهور لازم يعمل مصلحه الوطن ومصلحه البلد ده مهم جدا ومصلحه الدوري ومصلحه الكوره مهم جدا وجود الجمهور في المدرجات وده اختبار جمهور الاهلي بكره ده حقيقه وهينجح ان حضرتك الماتشات الافريقيه اللي فاتت كلها فولو في نفس الوقت بامتياز يا اسماعيل ما فيهاش مشاكل خالص الحمد لله رب العالمين الحمد لله فده مهم لكن لعيب النادي الاهلي هو جاي وعارف ان في 100,000 هيتفرجوا ان في 80,000 ان في 6,000 هو جاي لاعب جاهز انت خلي بالك لعيب الاهلي من وجهه نظري انه لعيب مصنف في السوبرين يا استاذ حامد النهارده انت بتجيب مش اي لعيب انا الاختيارات ما احنا خلي بالك احنا من فضل الله علينا موفقين في الاختيارات اختيارات اللعيب النادي الاهلي وقدرات بشخصيه معينه يقدر في اي موقف وفي اي تحت ضغط انت بص المواقف كتير احنا يعني مثلا افتكر ماتش الترجي في مصر هنا 1-1 ونروح نكسب هناك 2-0 ترجي برضو يتكرر خد بحيتك مواقف كتيره جدا صعبه جدا في وسط جمهور تونسي اللي هو عنده حماس وعنده 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 الجزائر لما بروح من الجزائر بص جمهور الجزائر بيبقى صعب وعنده نشاط وعنده حاويه اللي اقصده ان من وجهه نظري ان انت بتجيب لعيب استاذ ابراهيم لعيب سوبر اللعيب السوبر ده تحت اي ضغط وعارف انه هيشتغل تحت اي ضغط مفيش كلام فيبقى متعود على الجمهور وعارف ان الجمهور هيملى المدرجات فدي من هنا ممكن ان هو بقى يتسهل اموره ومواقف كتيره جدا ولا على يعني على التاريخ نفسه شوف هتلاقي هو الكلام اللي انا بقوله هنا مواقف صعبه جدا في وسط ده انا بقول لحضرتك كان 20,000 في المدرجات في التمرين وبص بقى غير ال 100,000 في مواقف كتيره جدا افتكر كوتوكو وغير كوتوكو ده احنا كنا بنلعب ماتشات في الدوري مش ما تزعجش فيها 100,000 يا استاذ ابراهيم بحياتك مع دلوقتي الامكانيات افضل والظروف احسن وعدد السكان اكتر وعدد السكان اكتر عدد السكان اكتر فاحنا عندنا حضرتك متعودين في مصر يعني ده الدورات الرمضانيه ما شاء الله بتبقى بالالافات الماتشات الناشئين حتى الناشئين بس للظروف الامنيه وظروف البلد والوضع انما ان شاء الله مع عوده الجمهور والدنيا كلها الدنيا تتظبط ولاعيب الكره مواقف ده من المواقف الصعبه تعادلنا في مصر 1-1 وتصنع الفارق في وسط عدد فده لعيب النادي الاهلي ده لعيب النادي الاهلي طيب دي فرق كنا بنبقى حافظينها يعني دي ماتشات مع فرق انت محفوظه بتسوانا كدولة انت ما لعبتش ضدها كتير يمكن او ما لعبتش ضدها خالص على مستوى المنتخبات من سنين طويلة وفريق مغمور وجاي لك في توقيت رخم انت بتبدأ موسم مع مدرب جديد ومحتاج المكسب وهو كمان محتاجه لو حطينا في اعتبارنا انه عنده 3 نقط هو باصص لمباراتين مع الاهلي ان هم دول اللي هيأثروا في تأهله هل تتوقع تاون شيب بكرة يبدأ متحفظ ويخاف من الاهلي واسمه ولا ممكن يفاجئنا ان هو يبدا يحاول يحرج الاهلي هنا؟ هو اول حاجه طبعا بالنسبه للاداره الفنيه انه اكيد في دوافع مهمه جدا ان هو هيشتغل عليها وهيبتدي يحضر الفرقه بتاعته مهمه جدا بشكله هو ايه ولا يعمله دي حقيقه يعني
انما بتسوانا دي اهداف أعتقد فريق تاونشيب في مسيرته. اه هو الماتش ما فيش حاجه سهله يا صبري. أيوة. مهما كان طبعا لكن انا قلت ان في ممكن يكون في شرايط اتفرج عليها الجهاز الفني باللعيبه. أيوة. وفي نفس الوقت انا من وجهه نظري ما ينفعش اي نادي في افريقيا يفتح خطوطه مع النادي الاهلي، ما ينفعش الا بقى لو سجل هدف بدري. وقلت لحياتك يا صبريم كمان ان سير المباراه مهم جدا، سير المباراه للمدير الفني بتاعنا بتاع النادي الاهلي. أيوة. سير المباراه، ما انا ممكن اغير، ما انا ممكن اشوف، لا اشوف خط ظهر، خط اشوف حارس مرمى، انا شفت في فيديو، انما الملعب بتتغير حاجات كتيره جدا. فبناء على الشكل بتاع الفريق اللي انا هلعبه بكره ممكن اغير بعد 15 دقيقه، مش مشاكل خالص عندي. خد حياتك، الامور بتبقى في الملعب اوقع وافضل. انما انا من وجهه نظري ان اي فريق هيغامر ويفتح خطوطه مع النادي الاهلي مش هيقدر على النادي الاهلي، ده وجهه نظري الفنيه. لان الاهلي الخبرات، الاهلي القدرات، الاهلي الفرديات، الاهلي الجماعيه، الاهلي حاجات كتيره جدا. فده وجهه نظري. فممكن سير المباراه يغير، لكن هيبقى في تحفظ لحد ما بقى البدايه تبان والامور توضح بشكل اكبر. هقول لحضرتك واقول للساده المشاهدين على تاونشيب عشان الناس تبقى عارفة ايه شكل الفريق اللي الاهلي هيلعبه بكرة. دي لقطات من الاهداف اللي سجلها السنة دي في مشواره، ومشواره دي اخر مباراة مع الترجي. مشواره يخلينا نقول لازم نكون حذرين جدا في التعامل معاه، ولازم الجمهور يدرك دوره الاساسي مع الفرقة بكرة عامل ازاي. في الدور التمهيدي تاونشيب كسب المريخ السوداني العريق العتيد 3-0 في بوتسوانا، وراح خسر منه في ام درمان 2-1، فصعد للدور اللي بعد منه. لعب يانج افريكانز، ويانج افريكانز فرقه تقيله وقديمه، انتوا لعبتوها كتير. تنزانيا. تاونشيب كسب يانج افريكانز 2-1 وراح اتعادل معاه في تنزانيا 0-0. فدخل المجموعه الاولى بداها انه لعب في ملعبه مع كامبالا سيتي، يعني اختبارات كلها صعبه. كسب كامبالا سيتي 1-0. وبعدين خرج للترجي، فالترجي كان عنده حذر شديد في التعامل معاه، قدر يكسبه في تونس 4-1. نتائجه هايله. واضح ان هو فرقه مش سهله. هو نادي تاسس 1961، واخد الدوري بتاع بوتسوانا، يعني الدوري السنه دي هو واخده. كسب الدوري في بوتسوانا 12 مره، وكسب الكاس 6 مرات. ففريق بطوله. مدير الفني معاهم حضرتك، مدير الفني اجنبي ولا وطني؟ وطني. الاهلي مشواره في نفس السياق. الاهلي بدا البطوله مع منانا الجابوني، كلكم فاكرين، كسب 4-0 وكسب 3-1، ودخل على طول المجموعه. بداها طبعا تعادل مع الترجي 0-0، ثم خسر في كامبالا سيتي 2-0. ده مشوار الاهلي. دي اهداف مباراه الاهلي ومنانا الجابوني. الاهلي 4-0 ثم 3-1. بعد كده يا استاذ حامد حصلت النتائج بقى ان انت تتعادل مع الترجي ثم تخسر من كامبالا سيتي. بس احنا قدام الترجي كنا كويسين. كامبالا سيتي الشوط الاول كان المفروض يخلص 3-4 فعلا. بعدين كنا بنلعب يعني في نقص حاد جدا من اللعيبه الاساسيه. يعني انا قصدي انه يعني ظروف كتيره تكاتفت، لكن انا شايف انه الرد على السؤال بتاع المدرب الوطني اللي جاي يلعب في مصر قدام النادي الاهلي وهو خسران في تونس 4، بالتاكيد هيلعب ديفنس جيم، لازم هيلعب، ما ينفعش يفتح. يعني يا ريته يفتح، ده تبقى شيء كويس. ممكن يفتح لما نسجل ان شاء الله. يفتح. من هنا بتيجي البدايه، لان طول عمر النادي الاهلي لو لها مساحات، لو لها تراجع، لان التراجع هيجيب له اخطاء كثيره جدا في ال 18. من هنا انا ممكن اسجل عن طريق الثوابت، كورنر فاول، دول سلاح معايا، تصويب كورنر فاول، ثلاث اسلحه مهمين جدا، غير بقى التحرك والتمرير والزياده العاديه. كل ده النادي الاهلي في التلت الامامي. النادي الاهلي حضرتك السنه اللي فاتت كان اسرع نادي في مصر بيتحول من دفاع لهجوم في اقل عدد من اللمسات. صحيح. عشان فنش الهجمه. صحيح. فدي حقيقه، فدي موجوده بفضل الله تعالى. فما يقدرش، هو هدف بامر الله تعالى هيريحنا وهيفتح خطوط وهينظم امور جدا، وتبقى ان شاء الله فيها مجموعه اهداف بمشيئه الله تعالى. لكن واضح ان فيه لازم تحترم، فيه عامل نتائج كويسه، ف
فرقة عندها افراد، عندها فنيات، فرقة عندها مش مفيش لا في عندها فنيات، عندها شكل، عندها نظام، عندها هجوم، عندها واضح ان عندها مش ميح يعني. لا مش ميح. طيب التحكيم ده اول مباراة في البطولة الافريقية بعد المجزرة اللي الكاف عملها. فجأة الكاف فاجئنا انه حملة عنيفة جدا للإطاحة بحكام وصفهم بالمرتشين، ومنهم حكام قد وفيهم حكام لعبوا ماتشات للأهلي ولعبوا ماتشات للمنتخب، بس جرأة من الاتحاد الأفريقي انه بيعترف انه عنده مستنقع فساد موجود وانه بيتعامل معاه بكل هذا الحسم. دي حقيقة عنوان الحقيقة. عانينا كتير من التحكيم الافريقي. الافريقي اللي بتاع غانا اللي جاب بايده الجول وحسام ده اتشطب، ده لمبتي اتشطب من بدري، تلف الايام وتشطب وبحيتك. احنا خسرنا نهائي افريقيا في غانا هناك بجول اوف سايد 83. بالك كتير جدا النادي الاهلي كتير جدا اتجاع عليه كتير جدا، انما دي حاجه كويسه تحصل بتاعت افريقي ان هو بينظم وفي نفس الوقت تحكيم. بكره بالمناسبه اللي بيسخنوا دول طقم من الجزائر بقياده مصطفى غربال. حكام شمال افريقيا الحقيقه كلهم طبعاً كعرب طبعاً. لم تطلهم اي اتهامات في الادانات اللي حصلت من الاتحاد الافريقي. كل الحكام اللي شطبوا يا استاذ حامد ما فيهمش عرب والحمد لله. الحمد لله الحمد لله. هو بس الـ المشكله فعلا ان تبقى مع النادي الاهلي ببساطه شديده، لانه النادي الاهلي بيتعامل بمنتهى الاحترام. انا اتذكر وقعه ومش عايز اقول اطرافها يعني ان الحكم بيقولوا فين الهدايا. فالراجل بتاعنا كتير موقفنا كتير جدا لو قعدنا حسابنا الاداري ده قصص جداً. قصص فالاداري قال له يعني ايه هدايا؟ قال له بدله وكذا وحاجات زي كده. قال له طب تمضي لنا ايصال عشان احنا فخسرنا الماتش ده عشان ما مضاش. ولو كان مضى كنا كسبناه. لا احنا مره في افريكا سبور ساحل العاج اتغلبنا 2-0 بسبب الحكم. الجول الثاني حضرتك بالك ورفق شوبير ودخل مش عارف شال مين وعمل ايه واتحسب. ايوه الراجل تردد شويه الحكم، والله العظيم تردد شويه، بص لايمان وبص للجمهور بص للدنيا راح مصفر. احنا جرينا عليه جري بقى كابتن الخطيب وجري مجدي عبد الغني وانا جريت عليه، هو اصطاد مجدي عبد الغني وطرده لما جري عليه حظ مجدي وطلع لنا من جيبه. والله العظيم ما ببالغ ولا كان معاه قال حد هذا الحكم. فانا بقول لحضرتك والله العظيم مجدي موجود اهو والكابتن الخطيب موجود رئيس النادي الاهلي فبعدته عنه. فانا قصدي فالوقت اللي هو راح مجدي راح مطلع له الكارت الاحمر، مجدي اتظلم في الموقف ده. فاللي اقصده ان لا دي حاجه كويسه جدا ولازم افريقيا بقى تتقدم، واحنا شفنا كاس العالم وشفنا الحكام وشفنا في اخطاء بس خطا عن خطا يفرق، فدي حاجه كويسه في المنظومه. لا بس بالمناسبه دي انت ايه رايك في نظام الفار الفيديو؟ لا انا بايده لان بيرمز للعدل، تقنية عالية جدا وفي نفس الوقت بيحاولوا هم يعملوا كل حاجة صح من وجهة نظري. فدخلوا التقنية دي ودي مهمة جدا جدا عشان الظلم وعشان العدل، لازم العدل يبقى موجود في كل مكان. فهم مبدأ العدل معصوم في حاجات بس سيدي. حتى في ظل الفار ده يا كابتن حكم الساحة برضه سلطته أساسية يعني. شفنا مثلا حكم زي مباراة مصر والسعودية رغم انه الحكام الفيديو قالوا له مش ضربة جزاء صمم وخرج بص ورجع صمم على قراره، رغم انه في الغرفه بتاعه حكام الفيديو في ثلاث حكام يعني حكم اساسي وحكم مساعد وحكم اخر مسؤول على الخطوط بيحسم قرار الاوفسايد. الثلاث حكام الصوره اللي جايه لهم جايه لهم من 37 كاميرا. بمعنى انه اي لقطه مختلف عليها هيشوفها صح. 37 زاويه وهو امبارح حضرتك تاخر عشان يتاكد كتير جدا بالزبط. وراح ورجع وراح ورجع، لكن برضو حضرتك هو ما كانش شايف الموقف وده بشر، لكن شاف عن طريق التقنيه ودي مهمه جدا وكان فيها مبدا العدل انا من وجهه نظري انا. طب احنا متى تبدا يبدا تطبيق الفار في الملاعب المصريه؟ اما يخرج الفار اما يخرج الفار من نظام الكوره في مصر هيدخل الفار
اذا كان الصرصار لسه ما خرجناهوش لحد دلوقتي مش عارفين نخرج. لا اصل انا شايف انها هي صحيح تقنيه يعني ما خرجش الصرصار صحيح ما فيهاش مشكله قوي. النهارده انت عندك نقل وكاميرات والصوره دي ما هي اللي بتروح من الكاميرات زي بتاع التلفزيون صحيح، واللي هتقعد حكم وثلاثه وهيتبسطوا وهياخدوا يعني مكافئات وكده فيها ايه ان احنا نطبقها؟ صحيح. هيقول لك تكلفه زياده. تكلفه ايه؟ يعني اربع حكام موجودين. اربع حكام موجودين خمسه وشاشات. طيب يبقى الماتش بيدوروا 8 ولا 9 وشاشات طبعا كبيره على المستوى. حتى الشاشات لو وفرتها في غرفه الحكام الكاميرا في الملعب العدد نفسه عدد الثلاث حكام. هو مفيش غرفه على فكره، ده هي بتبقى على جنب مكان بيتداولوا فيه لكنه ثلاث حكام كمان اضافي. يعني انت بتتكلم في طقم حكام كاملين في الملعب. يا سيدي خمسه ولا ثلاثه 8 ولا 9؟ لا ما انت الثلاثه اللي هم بتوع كده حكم لكل لاعب. لا 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 الثلاثه الحكام اللي في اللي بيتداولوا مش لازم يبقوا حكام عاملين، ده حكام كبار حكام خبرات، يعني مش لازم يبقى حكم شغال. ممكن يكون متقاعد. المتقاعدين ويبقى كويس انهم بيبقوا، لانه حتى ممكن يتفرج بالنضاره مش بس مشكله المتقاعدين ان هيكلفوه اكتر، لان المتقاعدين هيجيبوا لهم بقى امكانيات وسواعمل مساعده اكتر. لا ما احنا مش هنجيب المتقاعدين من زمان قوي يا كابتن. كابتن ربيع كنا سعداء بيك جدا النهارده. انا سعد. شكرا استاذ ابراهيم. وبالتوفيق لمنتخب 17. بدات الشغل معاه بشكل كويس مش كده؟ لسه بقى بدات دينت البرنامج ان شاء الله الخامسه 2020 هتبدا تعمل الجولات بتاعتك بقى على الاقاليم وفتره انتقاء بقى نلف ونشوف وربنا يعيننا ان شاء الله. يطلع ان شاء الله بالتوفيق. شكرا استاذ ابراهيم. شكرا استاذ حامد. شكرا ربنا يعينك يا رب يا كابتن. وان شاء الله تحقق نجاحات زي اللي سبق اتحققت، وانت مع الجيل ده ان شاء الله مش بتعلمهم كوره بتعلمهم اخلاق. الله يخليك. شكرا بالتأكيد. شكرا بالتأكيد. شكرا جزيلا استاذ حامد. بكره ان شاء الله نفرح ان شاء الله ان شاء الله. انا من كتر انت ما اتكلمت على تاونشيب ده فانا حاسس ان احنا بكره ان شاء الله نعمل سكور بدايه ان شاء الله باذن الله تعالى. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي بكره. لكن المهم جدا الجمهور، كل واحد رايح الاستاد بكره لازم يبقى عارف عنده مسؤوليه لدعم فرقة النادي الأهلي، للتعبير بشكل كويس عن سلوك جمهور النادي الأهلي، لمساعدة النادي الأهلي وكل الفرق أنه مع بداية الدوري إن شاء الله يرجع الجمهور للمدرجات. دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي في 9 مساء الخميس القادم إن شاء الله. ودائما وأبدا زين النوادي.